احنا عندنا حالة مشهورة جدا معروفة، كل الأطباء بتاع الأمراض الصدرية عارفينها، اللي هي حالة الحساسية الجوب الأنفية. حساسية الجوب الأنفية دي في حوالي نسبة من نقدر نقول من 35 ل 45% من المرضى اللي عندهم حساسية في الجوب الأنفية بيبقى عندهم ربو. بيكون عندهم ربو او اعراض مثل الربو. بيبقى عندهم ربو، يعني يشخصون انهم اشخاص انه ربو. والعكس صحيح، والعكس صحيح، بنلاقي نسبه كبيره برضه من الناس اللي عندهم ربو بيبقى عندهم التهابات في الجيوب الانفيه، التهاب تحسسي. وده طبعا العلاج في الحاله ديت لازم يشمل الحالتين في نفس التوقيت، الجيوب الانفيه والربو. ايوه، فاذا حضرتك اذا عالجت الربو وسبت التهاب الجيوب الانفيه التحسسي، النتيجه مش هتبقى كويسه. والعكس صحيح، لو عالجت الجيوب الانفيه التحسسيه وسبت الربو برضه النتيجه مش هتبقى تحسسيه. وهنا ممكن يشترك حضرتك الطبيب الامراض الصدريه وطبيب الانف، طبعا ممكن يشتركوا في علاج حاله زي كده. Thank you.